مساكم الله بالخير، حياكم الله مشاهدين قناة سامراء الفضائية، حلقة جديدة من برنامج برلمان المشاهير. لكن اليوم الحلقة شوي أنا خايف منها، لأنه الضيف ابن عمي، تمام، وشوي يمون علي وما أقدر أحرجه. فاليوم إن شاء الله تطلع حلقة تليق بالمشاهد اللي يتابع برنامج برلمان المشاهير، الحبيب والجميل ترافولتا. مساء الخير حبيبي مسلم، تحياتي لك والكادر، تحياتي لكل المتابعين. حبيبي اشرف بك. شلون الصحه؟ اهلا وسهلا. شو اخبارك؟ الحمد لله. قلت لهم ابن عمي شويه خايف. اي خلص لك سؤال قوي وتقوم لي. لا لا ابن عمي انت. فدول عمرك، شلون هالدنيا؟ والله بخير. اخبارك؟ نعمه الحمد لله. زين مرتاح؟ نحمد الله ونشكره. بهاي الفتره صاير القائد. قائد ماليش بدايه موفقه. يعني ما اعرف، اغلب الناس قبل لا انتقل لفقره اصبع الانتهام، اغلب الناس يقولون ترافولتا دكتاتور يحب يتسلط على اصدقائه وكذا. هاي ابد ما عنده هذا الشيء. ماكو؟ ابد والله، اصدقائه كلهم يعرفون. هسه بالكواليس شوي صيحت عليهم. هاي صيحت عليهم حق الميانه. ها اي والله اخوهم الكبير. يا رشاق وياهم. تمام، مستعد لاصبع الاتهام؟ عادي ماكو اشكال. تمام، اصبع الاتهام. السؤال الأول، أنت متهم بأنك على خلاف كبير مع محمود المكسيكي، وما سبب هذا الخلاف؟ محمود؟ يا أبا محمود شنو؟ ترى رجال فقير وما عنده أي شيء وما عنده أي خلاف، ويا الله شاهد. أنا بحادثة، أي يعني من الـ الأشياء اللي دائما نتواصل وكذا، شفت واقف فاطمة سلم عليك. صار اكو سوء تفاهم بينه وبينه ونحل، ورجع محمود اخوي الزغير حاسبه لا اكثر يعني، وصديقي وكلش عز علي. انت اول شخص من المشاهير صديقه مو؟ اي انا اول شخص ببغداد من المشاهير، يعني صارت طلعتنا وطبتنا بالبدايه سوا. اها اي نعم. ما اعرف اكو تصريح معين انه يقول انه ترافولتا هو عرفه على مشاهير بغداد او مشاهير السوشيال ميديا. صارت مشكله بس تريد تعيد المشكله. لا ما اريد اعيدها، بس اكو هيك موضوع؟ اكو صح على هيك موضوع؟ من صار سوء الفهم صار حكي وصار هذا الموضوع. بس هو يعني العلاقات يعني شخص يعرف عن شخص مو طبيعي، يعني هاي ما بها اي اشكال، يعني عادي من شخص تعرف على شخص ماكو اي اشكال. لا انا سمعت تصريح لك انه تقول نكر هذا الموضوع. لا من صار انا بيناتنا سوء الفهم يعني مو نكر هذا الموضوع، وانما يعني انا شلون ابتعدنا، واحد ابتعد عن الثاني فتره، بس هسه رجعنا وعلاقتنا حلوه. لا لا ان شاء الله ما احمد اخوي، دائما نشوفكم بعلى المراتب، وانا افرح امانه من اشوف انه اثنين اصدقاء يرجعون اكثر من قبل. تحياتنا اكيد لمحمود المكسيكي، كان احد ضيوفي وكانت الحلقه تجنن. اجمل تحيه لمحمود. تمام، الكثير يتهمك بالغرور بسبب التصريحات الذي تقولها دائما، منهم تصريح تقول بي انه انا افضل صانع محتوى بالعراق، شلون استندت؟ هذا مو غرور مسلم، هاي بفضل متابعيني واصدقائي حصلت على صانع اجمل محتوى بالشرق الاوسط، هذا مو غرور. ترافولتا خلنا اكون يعني شوي اضغط عليك. اضغط. تمام اضغط. اليوم عندنا اسماء مهمه. نعم. من صناع المحتوى. أي. الجيد جدا. أي. انا ابصم ما اقدر اذكر لك اسماء. تمام. اي وماخذين جوائز مهمه. شلون استندت عبر اي تطبيق انه انت افضل صانع محتوى بالعراق؟ على تطبيق التيك توك. تيك توك اللي من الشركه جتني، ويعني شخص مدير شركه اللي فرع دبي اللي بدبي. هو يعني تراسلنا وتواصلنا، دخلني ب 2021 المحتوى الرياضي، فصار تصويت بي، فمتابعيني واصدقائي شاركوا هذا الموضوع. نعم. وحصلت عليه 900,000 صوت. اها اي والله. طيب المحتوى الرياضي لو المحتوى العام؟ لا المحتوى الرياضي. اها يعني اليوم ترافولتا افضل صانع محتوى رياضي بالعراق. اي نعم. تمام، اما صانع المحتوى العام اني تقدر تذكر لي اسم؟ اني لا اني يعني جبتها يعني هم عام ورياضي، من يعني من انسان بسيط، يعني هو كمحتوى انت تعرفه كانسان بسيط ويطور نفسه وينجح، يعني اشجع الشخص على الطموح. اها اي حتى لا يبقى قاعد يعني الشخص. انا وهواي اكو مره خصتك طبعا. نعم. هواي اكو اشخاص
يعني يجون للجيم يتمرنون، اذا ترافوت بسبب الواهس مالتك ونشوفك بالجيم احنا جينا وتمرنا. هاي حلوه. تمام. طيب المحتوى العام تقدر تذكر الاسم كافضل صانع محتوى بالعراق؟ كافضل صانع محتوى بالعراق؟ نعم. ما اقدر اذكر. ماكو؟ بصراحه؟ ايه. ما اقتنع بمحتوى عراقي مضبوط 100%. يعني اكو حلوين. نعم. بس مو يعني مو ذاك الواصل يعني المحتوى اللي 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 ببالي اني يعني اكو باوروبا عالم صانع محتوى يعني سطرك سطر مو نفس. انا اقدر اذكر لك اسماء. انت تذكر وجهه نظرك؟ لا انا حاجك عن وجهه نظري. وجهه نظر الجميع. عندنا بالعراق بس مو ليش مو من قلت لك وشوف انا ليش يعني نقطه اوقف نقطه نظام ليش قلت سطر. لك اي ليش قلت لك انه انت يعني يتهموك بالغرور وكذا ما جاي تذكر لي شلون يعني؟ يعني هسه احنا عندنا كل شيء هواي صناع محتوى مثلا ليش ما ذكرت لي واحد؟ مثلا عندك يعني عندك كمعلومات احب مبشر السيد ومحتوى كلش حلو. تحياتنا اكيد مبشر السيد. انا بقناعه تامه ودائما اذكرها علي شاكر اجمل تحيه ليوميات واحد عراقي. والله بصراحه بصراحه نظري. بصراحه يعني تحياتي له بس انا ما متابعه. انت ما متابعه؟ اي ما لكن الكل يتفق. انا ما باع اليوتيوب. انا ما باع اليوتيوب جدا. اي والله كلش خله باع على اليوتيوب. تمام اكيد تحياتنا لبمبش وعلي شاكر. ترافولتا انت معروف انه صريح جدا. اريد اعرف منك موضوع بس امانه تجاوبني بمصداقيه عاليه مو جواب دبلوماسي. موضوع المقالب متفق المقالب. عليها او لا؟ المقالب احكي لك شغله. نعم. اكو مقالب متفق عليها واكو مقالب ما متفق عليها. مثلا انا اذكر لك موضوع انه موضوع السياره مالتك التايرات والكذا ما ادري شو هذا موضوع السياره. نعم اسولف لك اياه واريحكم كلكم. أي. لان ظل هواي شنو هذا اتفقنا. نعم. اجى احمد البتشاري. نعم. اجى البغداد شفت جامته مفطوره. نعم. من جو قلت لهم يا ولد اريد ابدلها اله بيني وبين الولد. تمام. بيني وبين الولد قلت لهم راح اكسرها ها يعني اكسرها وانا اروح ابدلها اله. حلو. فصار الحكي احمد البتشاري من سولفت وياه قلت له احمد راح اسوي بك مقلب بس ما تعرفه شنو. قال شنو ترافوت شنو المقلب؟ قلت له مقلب ما عليك راح اسوي بك مقلب لان اذا اقول له بالمقلب ما يصير حلو. المقلب دائما اذا يتفق عليه ما يصير حلو. تمام. اتفق انت على مقلب بس يعني لا تعطي محتوى المقلب. ما اعطي المحتوى مال المقلب. حلو. فيعني هذا الموضوع. يعني بس انت قلت له مقلب. مقلب بس ما يعرفه شنو المقلب. تمام. اقصد انه موضوع سيارتك. سيارتي؟ اي من نجع التايرات وكذا وهاي. قال لي هم انا راح اسوي بك سالفه. انا ادمك على سويته. سوى بي السالفه هاي. يعني ما تدري. اي بس خطيه اشترى لي تايرات. تمام. تحياتنا اكيد لاحمد البتشاري. اكو تصريح الليث الراشد صديقنا العزيز اكيد يقول انه كل المشاهير صعد تفاعلهم بسبب حفل زفافي. شو رايك بهذا الموضوع؟ ليث ما يجوز. مو جوزه خاف تطلع. لا طبعا ماكو هيك يعني بصراحه لان كل واحد عنده تفاعل وكل واحد. هو انا ليش سالتك هذا السؤال؟ بعيدا عنه ليث اخونا وصديقنا لكن سالتك. ليث صديقه ومربيه من الطفوله. بالضبط. سالتك هذا السؤال لانه انت يوم من الايام قاعدين نسولف وذكرت انه انا مو صاحب فضل علي حفل زفاف ليث. انت قلت. احكي لك ليش؟ انا حتى ما ناشر بالعرس. اها. اي ما نشر حتى ستوريات ما ناشر. منين جاني التفاعل؟ اكو صحه لهذا الموضوع؟ يا هو. لا ما اعتقد يعني بنوع من الصحه لان كل شخص عنده جمهور وعنده متابعين يعني شنو الاضافه راح تجي بصراحه ما اعتقد اني جزء يعني تجي اضافه بسيطه كمناسبه ما بها اي اشكال مو ولا صح اي بس مو شو اسمه العرس ماتي صار فضل على المشاهير واضاف لهم لا المفروض ما يحكيها. تحياتي له أجمل تحية واني انا مربي على يدي أجمل تحية اكيد الليث الراشد. ترافولتا الكل يتفق انه انت اليوم قائد مشاهير بغداد لكن يعني كبيرهم كعمر صديقهم الكبير يعني كلمتك ماشي يعني اكبر واحد باصدقائي لازم يسمعون كلمتي. تمام. البعض
البعض يقول انه ترافولتا اللي ما يصير جو عباته يطفوا الجوزة عليه على قولة سجال سلوان. تحياتي للأمانة با علي. اذا اكو حريص على اصدقائه ها نعم. هو اني واذا اكو واحد يخاف على اصدقائه هو اني. وهاي انا ما احب احكيها اعوذ بالله من كلمة اني، بس احب اسوي صديقي. يعني انت هسه بمرحلة وجمهور، ليش ما تكون نفسك؟ ليش ما تصير نحو الافضل؟ يا اخي اكو عالم يعني جواهم صعدت فوقاهم. فاني سويت اخر فتره بصراحه يعني شديت على اصدقائي. اها. المقربين علي هم يعرفون يعني انفسهم. نعم. كريم، سجاد، مؤتمن، هذول لين هسه هم حوالي. اها. تحياتنا اكيد لكل الولد. زميل المخرج يقول عندنا صوره، خلينا نشوف شنو محضرين لك. شنو الصوره؟ اي الله بيت رشق. ذول أخوة. أي والله، وأكثر من أخوة يعني، وكلش أحبهم وهم محبوبين وروحهم حلوة. يستاهلون. أي والله. فيعني بيت رشق من قيصر الحج رحمن كلهم أحبهم، ومن أبوهم يعني، أبوهم يعني علاقتنا بهم عالية يعني. أي شيء يصير عندهم يعني يسولفونا أنا وكريم، يعني علاقتي بهم صارت أهل. الله. اي ف يستاهلون والله. يعني والله احمد الله وشكرا لان تعرفت على هيش ناس حلوين. يستاهلون. وتحياتي لهم. اجمل تحيه اكيد البيت رشق. طبعا هاي الصوره مرافقتنا من بدايه البرنامج لهسه. هذا اكو بيت شعر يقول يزرع طيب يحصد للجنازه شتاف. اكيد اكيد هم زرعوا طيب اكيد، فدائما ذكرهم موجود ببرنامج المشاهير. اجمل تحيه اكيد البيت رشق. اكو سؤال ترددت اسالك اياه، لكن كل المتابعين قالوا اسئله وضروري يجاوب عليه. شنو رايك بالاشخاص اللي بالشخص عفوا اللي يظهر زوجته بالسوشيال ميديا؟ بعد يعني بعد الحاح الجمهور سالتك هذا السؤال، لكن بالبدايه اريد اخذ رايك بصوره عامه انه انت مفكر مستقبلا تظهر زوجتك بالسوشيال ميديا؟ هذا بالنسبه لي نعم، هذا من سابع المستحيلات. اها. اي تمام. طيب رايك بصوره عامه؟ رأيي بسرعة من تحياتي أصدقائي هو يعني طلعون أكيد بسرعة عامة دلوقتي يعني. والموضوع مو مخصص بفئة معينة من المشاهير، أغلب الناس تظهر زوجاتهم للسوشيال ميديا طبيعي يعني الأمر صار. عند أخذ رأيك بصورة عامة، ما جاي أحدد شخص معين. شوف بصراحة أنا هذا الموقف يعني حرج ما أقدر، لأن أكو أصدقائي موجودين بي يعني. نعم. يعني ما أحب يعني زعل يعني المقربين عندي اللي طلعون زوجاتهم يعني جنيد، ليث الراشد. تحياتنا لهم اكيد، بس انا قلت لك ما محدد شخص معين. حددوا بصوره عامه. انا يعني انت السؤال مالتك بس عيد لي اياه حتى افهم. بصوره عامه شنو رايك بالشخص اللي طلع زوجته؟ هذا راي خاص ما اقدر اتدخل به. اها. اي يعني انت هو راي خاص الشخصي. كرأي الشخصي انا ما احب هذا الموضوع. ضد هذا الموضوع. لو معه. لا ضد. اها. اي ما احب هذا الموضوع. تمام. اكيد اجمل تحيه لكل اصدقائنا، لكن قلت لك انا جاي احكي بصوره عامه. أي. يعني ما مخصص جنيد وليث وما مخصص او محمد قاسم تحياتنا، انا دا احكي بصوره عامه. اغلب أي. اغلب الناس هسه بدت يظهر زوجته طبيعي بالسوشيال. انا بصراحه ما أعيد بهذا الشيء. يعني كطبيعتنا نعم. ما نفسيتي ما تسمح لي. تمام. اكيد تحياتنا لكل الاسماء اللي ذكرت. اكو تصريح. تحياتي طبعا لا يزعلون. لا يعني اكيد لا يزعلون يعني. احنا حكينا بصوره لأن هذا رايي خاص وكل نعم. كل بشر وطبيعته يعني. نعم. عوائلكم منفتحه وعاكو عوائل يعني شويه مسكره. تمام. اكو تصريح الحسنيين ببرنامجي يقول انه انا سويت الانستا لترافولتا، شنو ردك على هذا الموضوع؟ سوى الانستا لترافولتا؟ لا مو هيك التصريح. زين بس سؤال يقول صدق عبالك نستله؟ عبالي ايه عبالي عبالي نوتيلا مو نستله؟ نستله؟ لا سنيكرز هو ماكو شيء. شو عساك نرفزك؟ لا مو ماكو هالشيء. وبصراحه من عرفني نعم من عرفني يعني مو انا رجال معروف كنت ازيد من عنده يعني العالم تاخذ صور قبل لا هو بعدين سلكت كل شيء على مود لين خاواني وحبيته سلكت كل شيء اعوف عفت محتوايه وعفت شو اسمه الانستا مالتي يعني الستوريات ما انشر حتى اطلع له ستوري حلو بس مع الاسف جازيها بهيك شيء مو حلو تحياتي له ما عندي شيء وياه يعني الولد
تمام، تحياتنا اكيد الحسنين. خلصت هاي الفقره على خير مو؟ لا على خير. تمام، خلينا ناخذ فاصل ننتقل للفقره اللي وراها. تمام حبيبتي المشاهدين، فاصل قصير راجع لكم، ضلوا يعني. حبيبتي المشاهدين رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير وفقره هايلايت مسج مع الجميل ترافولتا. مساء حبيبي. الخير عليك حبيبي. ليش حسيتك توترت؟ لا لا والله ما متوتر. ها والله العظيم ماك توتر؟ لا والله. تمام، هذه الفقره تقدم رساله لاي جهه، لاي فئه بالمجتمع، لاي شخصيه بالمجتمع، تثبت بالهايلايت مدى الحياه، هايلايت الانستغرام. تمام، اها مستعد؟ مستعد. هذه كامرتك ولك 30 ثانيه او دقيقه، قدم رساله لاي فئه بالمجتمع. راح اقدم لاصدقائي اللي هم المشاهير، يستاهلون. تمام، طبعا احنا نمثل عفوا العالم تباوعنا ويتعلمون من عندنا، فانصح كل شخص من ينشر شيء يحسب له حساب. تمام، يعني انت من تنشر شيء خلي الطفل اللي باوع عليك راح يستفاد من عنده، مو يروح نحو الأسوأ، اريد نحو الافضل. وتحياتي لكم، واريدكم تصيرون انتم الواجهه مال البلد. تحياتي. احسنت احسنت ترافولتا، رساله مهمه كانت. خلينا ناخذ فاصل وننتقل للفقره الاثقل بالبرنامج. اهلا، مستعد؟ عادي. حبيبتي المشاهدين فاصل قصير راجع لكم، ضلوا ويانا. حبيبتي المشاهدين رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير وفقره لعبه الحبار مع العزيز والجميل ترافولتا. مساء الخير. مساء النور. ليش ما تقول لي مساء الخير؟ مساء النور 10 مرات. تمام. ترافولتا مستعد لهاي الفقره؟ اي. ما خايف منها؟ المخافه بس من رب العالمين مسلم. كم مثل عندنا عده لنا يقول طايح رايح. الله وياه. لا صدق والله العظيم. خلينا نشوف اليوم الجوازات تطفى. بس يقولون عليك لاعب قوي هنا. فنان اقول له. خلصت حياتي العب وراكم. يعني نص استاذ. هي لعبه حلوه. مرات اكو اشياء تتحقق. مو؟ صح. تحس شايفها. مو؟ صحيح. عند المواقف بالصداقه. اي اكيد. تمام. خلينا نشوف اليوم منو يروح، بلكي يطلع لك جوكر. ماكو. ما طلع؟ لا ما طلع. على اسف. ترى مو بس انت قائد. ها انت هم قائد. انا اليوم قائد. قائد ومدلل، ابن عمي يمي. اكيد. تمام؟ يا اللي ندق بيه. الكادر ما يقدر يحكي وياي. وين يقدر؟ اكيد تحياتنا للكادر وتحياتنا للاستاذ علي. تحياتنا لهم. يا الله. افتح الورق يا ترافولتا، خلي استاذ علي زميل المخرج يساعدني يطلع الصور اللي بيد ترافولتا على الشاشه. خلينا نشوف اليوم شو يسوي ترافولتا. بما انه انا القائد فهذه ورقه زايده اسحب. يا الله. نقول بسم الله ونشوف منو اول واحد راح يغادرنا. حس دقات قلبك وصلت يمي. لا ابد والله. ها. ما عندي شيء والله. ليروح الله يا. الطايح رايح. والله العظيم. تمام. طبعا تحياتي للكل. بعدين برر. ما برر. اسقط ورقه تريد؟ اي. اسقط ورقه. من اول واحد راح يغادرنا؟ حسنين، خلنا احكي لك موضوعه. نعم. صديقي وكان يعني كل المواقف انا وياه وانا سانده وظهره كنت. بلقاء حكي نكرهن، انا ما احب احكي وعير للامانه، عمري ما احكي ولا هسه ما راح احكي. ها؟ لو تريد نحكي. لا انا يعني مو بكيف الموضوع. اي. حتى لا اوقع باحراج. احنا ما نريد نحكي، احنا نريد نلعب وبعدين تبرر. من اول واحد راح يغادرنا؟ حسنين. تمام، تحياتنا اكيد الحسنين. اسحب ورقه وهذه ورقه زايده، اسحب يا ترافولتا.
اي ترافل ده منو راح يغادرنا. خلحت شويه مسلم اعطيني مجال، مو الوقت يداهمك. اي داهمك ما يخالف اعطيني مجال. يلا براحتك. أي. شوف بس انا القائد المفروض ما صيح. انا ما صيح بس غير تعطيني مجال. يلا لك الجو. شوف كريم حواس اخوي وحبيبي والقريب على قلبي كلش، يستاهل كرومي، اموت عليه، اخونا وصديقنا الحبيب ونستنا. اي والله اي يعني كل شيء احبه. عندك سجاد سلمان هذا ابو قلب الحنين فعلا والله العظيم فعلا، وحسره احكي وياه بس اغثه يبكي دمعتيش. احسه اخوي اخوي، هذا دليل انه قلبه نظيف وطيب. هم ذول الاثنين كلش اعزاز علي. عندك البصره اكيد الاعزاز انور انور واحمد البتشاري، يعني اموت عليهم للامانه، تحياتنا لهم كلش احبهم. عندك هذا اللي بالنص شوفه مؤتمن، مؤتمن سلام اي. مؤتمن عنده اغلاط، بيمن الاغلاط مالاته عنده سلبيات وهن دائما يتسرع. تمام نعم يتسرع، وانا ما احب الشخص اللي يتسرع دائما. ماكو شغله تجي بالاستعجال، كل شيء بالتأني، مو بالتأني السلامه، مو يحبك مالت الله، يحبني ويموت علي. هي. تمام بس بسبب هاي الاشياء نعم اللي سواهن، يعني ذاك اليوم ضوج كريم نعم. وقبلها ضوج سجاد، اقول له حتى بعد ما تعيدها هاي ورقتك. ها والله راح مؤتمن. اي تمام. تمام تحياتنا اكيد المؤتمن سلام. سحبت انا، صار عندي بير أي. وهذا بير ثاني وهذا بير ثالث وهذه ورقه زايده وتدلل. اسحب اسحب. صار عندك بير؟ صار عندي بير. نزلهن شبقوا قبل لا سقط، نزل البيرات. هذا واحد، هذا واحد نعم، هذا اثنين. هم عندك بيرات هواي. اي حج يلا هاي ثلاثة. تمام يلا. يلا منو راح يغادرنا هسه؟ بقى عندنا سجاد وانور رشق واحمد البتشار وكريم حواس. كريم واحمد وانور وسجاد وابو سجيد. صدق تحكي؟ ما احذف ولا واحد، ما يصير اصول اللعبه، ما اقدر، ما يصير انسحب، ما يصير تنسحب من البدايه. انت مو ابن عمي؟ اي هذول احبهم ما اقدر يعني. ومتى ما انا هم احب كاسته ها أي. بس حتى يتعلم دروس الحياه، بس هذول ما اقدر احذفهم. مو شوف سياسه البرنامج مسلم اقوم اطلع. لا اي والله العظيم خذ المجال. لا ما احكي لك شغله، هذول ما اقدر اشطب واحد من يمهم. اها والله العظيم لا سجاد لا انور لا البتشاري لا كريم حواس، ما اقدر مستحيل. بس هو الشطب اثنين يقدر يشطب الباقي. ابد شطبتهم شطبتهم، هذا شطبته هذا احبه واموت عليه، شطبت عليه اغلاط. بس عندك هنا لا قام يحكي علي بلقاءات ما حبيته. اها اي والله يعني تنسحب؟ انسحب. ادري بيك شجاع. شجاع بس هذول احبهم ما اقدر يعني. شوف ما بما انه يعني انت خطاري اي وابن عمي اي ما انا مسلم لا تحرجني راح اوقعها لك. اي طيب ما اقدر، هذا ما يصير، ما تصير سنينه يعني. انت توجه رساله لكل المشاهير ممنوع تحذف اثنين وتنسحب. يا بل اللي يحذف اثنين وينسحب يمي انزل الجوازه. بس هاي قدام المتابعين اي اللي يشاهدون البرنامج اكيد. احس اطلبك عزيمه انا. ليش؟ بما انه انسحبت يعني هاي قبل هاي. والله العظيم هاي. تمام تمام. هسه اكيد راح تنسحب بعد ما اقدر. لا ما راح تخليها. اي ما اقدر والله. تمام هذه كامرتك وجهك، لان ذولي كلهم اصحاب موقف وياي. اها واحبهم ويعني ما بقدر منعتهم شيء اللي مو حلو. تمام فشلون يعني اقدر؟ وبصراحه حتى مؤتمن يعني لا يزعل ها، بس خلي يتعلم لا يغث اصدقائه دائما يهيج قصبات. هذا كاتب عليه مهيج القصبات والله العظيم. تحياتنا المؤتمن، هذه كامرتك، قدم رساله للاشخاص اللي بقوا اكيد. كرومي سجودي ابو نويره حمود البتشاري الله يحفظكم ويوفقكم واشوفكم وبأعلى المراتب يا رب، وتحياتي لكم.
يستاهل والله. لا يحرمني منك. اجمل تحيه لكل الاسماء اللي وقت ويانا حبيبي، وهذه يعني رساله مهمه انه ترافولتا اليوم مان علي شويه، لكن بعض المشاهير مستحيل لو من البدايه تنسحب. ابن عمك ابن عمك من البدايه سيقولون ابن عمه ونحاسده وكذا، لا من البدايه ينسحبون لو اصلا يكمل اللعبه. تمام متفقين؟ اي تمام. خلينا ناخذ فاصل ننتقل لاخر فقره. يلا مستعد؟ تمام. احبتي المشاهدين فاصل قصير راجع لكم، ضلوا ويانا. الغالين رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير وفقرة اسأل نفسك مع ترافولتا. مساء الخير مرة رابعة. مساء الخير مرة خامسة. اي ترافولتا شو تمنيت اسألك وما سألتك اياه؟ ها سؤال يعني واحد راح اعفيك من السؤالين واحد. لا سؤالين. ها اي والله. يلا السؤال الاول شنو؟ سؤالي الاول ليش ما سألتني على الاعلانات؟ وليش ما سوى هواي اعلانات؟ اها ليش مقل بالاعلانات يعني؟ ليش؟ تمام ليش؟ بصراحه اي يعني اي اعلان يجيني اذا ما اتاكد من مصداقيته واجربه بالبيت، من يجيني اعلان مثلا مرتبط بياني وكريم وسجاد ومؤتمن نعم نشيك نودي للبيت، يعني الاهل لو اخواني يعني البيت والدتي اخليها تجرب مثلا الشامبو جربناه، لو مثلا يعني كريم، لو اي 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 ماده اي ماده نستخدمها اذا ما اتاكد من مصداقيتها ويعني خمس ايام ست ايام ابقى اجرب هذا الشيء واشوفه مضبوط يلا سوي هذا الاعلان. آه. يعني ما احب اسوي والله يعني جاياتك منتجات سيئه ايوه صدق والله العظيم ما تقبلت ابد. آه. حلال حرام عالم الثقبيه ومتابعتني ويقولوا لي ترافولتا هذا راح ناخذه برقبتك شلون؟ احسنت ترافولتا سابع المستحيلات. هذا الموضوع كلش ضروري. البعض من مشاهير السوشيال ميديا بداوا يتاجرون بهذا الموضوع، يعني حتى المنتج اذا كان سيء يعني على مود الفلوس، على مود الفلوس والماده بعدين شي يقول رب العالمين فعلا. تمام شنو السؤال الثاني اللي قلت لي؟ سؤال ثاني ما سالتني على المشاهير المخفيين. اها المخفيين يعني المصممين. اها المصممين يا اخي المصممين تمام تحياتي. عندنا مصممين مبدعين صدق والله. يعني جريمه ما يطلعون يعني اخابرهم لو في شيء يصمم لي ويتعب بدون لا مقابل ولا شيء، بس يقول لي ترافولتا احنا نحبك. وهذه تحياتي لكل المصممين واموت عليكم. اجمل تحيه اكيد للمصممين. خلصت الحلقه على خير، كانت حلقة جدا جميلة اليوم، نورني وكنت الضيف خفيف ظل علينا أكيد. تونست بالحلقة، الحوار كان سلس جدا. جدا أشكرك حبيبي ولو تأخرت علي بس يلا ما يخالف. وقعت لك وقعت لك اليوم تحمل. تمام كلمة أخيرة لك للبرنامج والمتابعين. تحياتي لكم والله لا يحرمني من عندكم، وتحياتي لكادركم الجميل الله يسلمك وقناتكم الموقرة. شكرا جزيلا ترافولتا نورتني يا عم حبيبي. الله يسلمك. أما بالختام تقبلوا تحياتي، كان في الإعداد والتقديم مسلم الربيع، حتى ألتقيكم بحلقة قادمة كونوا في أمان الله.